اليوم الوطني هو يوم كل مواطن ينتظر هذا اليوم، واللي حسيناه هذا السنة من خلال شعار اليوم الوطني وحدتنا مصدر قوتنا، إن هذا الشعار فعلاً حسيناه على أرض الواقع، وخاصة في السنوات الأخيرة يمكن كل مواطن ومقيم على هذا الأرض حس بهذا الشعار، وكيف إن هذا الشعار ينطبق على قطر وشعب قطر. فعلاً وحدتنا مصدر قوتنا.